مساء الانوار عليكم مشاهدينا الكرام واحبائنا واعزائنا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم في برنامج الكاميرا في المطبخ. النهارده معانا الاستوديو التحليلي لنهائي عزومات رمضان. نهائي ايه؟ يا نهار ابيض عليه وعلى جماله. روعه روعه روعه، مليان اصناف ايه وروائح ايه وجمال ايه الجمال ده يا حاج عواطف، ايه الجمال ده يا مدام نوال. عشان كده جبت معايا النهارده كابتننا الجميل الكابتن ضيف رمضان. اهلا وسهلا بك يا مساء الانوار يا كابتن. اهلا بيك والله يا كابتن شلبوك. الحقيقه انت دايما لما بتقدمني بتجوعني او تقوم تطول كده فتنيمني، عارف يعني يا كده يعني منور والله يا كابتن. الله يخليك يا كابتن، كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين كلهم طيبين ورمضان كريم عليك. رمضان كريم عليك يا كابتن. النهارده بقى عايزك تقول لي رايك في نهائي النهارده بدون ادنى مجامله. تعرف جمهورنا ما بيحبش المجاملات خالص. لا وانت عارفني يا كابتن برضه ماليش في الكلام ده، لكن خليني في البدايه اهني الحاج عواطف بالفوز. مزبوط. لان هي لعبه عزومه فوق الوصف. هي لعبت على ونجين الفراخ، لعب خطير. توزيع الاطباق يا كابتن على السفره كان رائع، في سيطره على نص السفره، الاكل كله كان نازل واخد سخونه المباراه من اول لحظه. صحيح. انا برضو مش عايز اظلم مدام نوال علشان خاطر الحقيقه هي كانت عامله شغل هايل قوي. صحيح. كان لاخر ثانيه في العزومه كان في ايديها تكسب، لكن انت عارف بقى يعني المائده دي ما بتحبيش لحد، وهو ده سحر المائده المستديره. اتفق معاك تماما. والمخرج بيقول لي هنا معانا لقطه الحاج عواطف بتحتفل. أيوة. مع جوزها. أيوة. لقطه جميله جدا يا كابتن ضيف، احتفاليه رائعه. وبس برضو المركز الثاني مش وحش برضو يا كابتن. لا هو بص الحقيقه هو وحش انت فاهم طبعا، احنا عشان في برنامج تلفزيوني وكده دايما نقول ان الثاني مش وحش عشان الناس ما تيأسش، لكن لا مش منظر. طيب انت يا كابتن توقعت بين السفرتين فوز الحاج عواطف، وده يعني نتيجه خبرتك طبعا، ولا بس هل فازت لنفس الاسباب اللي توقعتها؟ يعني انا صراحه في وجهه نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق ان يعني انا مش عارف يعني وجهه نظر حضرتك ما لهاش قيمه على الاطلاق. طب ليه بتجيبها معاك؟ يعني تتعب نفسك شويه تدينا حاجه بقيمتها. اتفضل اتفضل. طيب كابتن ضيف خدت بالي انا اصلي فاستوقفتني. ماشي ماشي. انا احب اللمسات بتاعتك الجميله. الله يخليك. يعني طيب حللنا بقى كابتن ضيف فوز الحاج عاطف والتكتيك بتاعها في المباراه. انا طبعا عايز اتكلم في البدايه عن التشكيل بتاع الحاج عواطف، واحب افكر الساده المشاهدين بالتشكيل بتاعها. بدا التشكيل بتاعها في السفره كوبايه كركديه وتمرتين. انت حضرتك ممكن تقول ان ده بخ. حس بخل فعلا. لا منتهى الذكاء، منتهى الذكاء. اصله احنا النتيجه شفناها منتهى الذكاء. ليه بقى؟ لان في المقابل مدام نوال نازله بخمس انواع عصير، ده غير الميه كتير. كتير. فبالتالي الناس لما بتاخد التمرتين والكركديه بتخش على العزومه خفاف. الله ينور على خفاف على ال. بص يا كابتن دي مش عيد ميلاد اشرف ولا الاحتفال بحماده علشان الاعداديه، دي عزومه رمضان. نهائي رمضان يا فندم، نهائي رمضان. وانت عارف حضرتك ان نهائي الكاس غير نهائي الدوري في رمضان. طبعا. المهم في الموضوع النتيجه. طيب انا اتفق معاك تماما، ولكن ان معلش يا كابتن اسف اقطع كلامك. بص كده معايا انا عايز اشوف اللقطه دي، انا كويس انها جت دلوقتي. بص الاستاذ محسن بعد ما شرب كوبايتين القمر دي، بص 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 تقل ازاي، مش قادر يكمل. معلش معلش يا ريت مخرجنا الجميل الاستاذ احمد خالد يعد هنا بالبطيء. طبعا الزاويه دي مش باينه. الزاويه دي مش باينه لك. ايوه كويس حضرتك بطقطقها اهو اهو. بص بص تقيل ازاي يعني، مش معقول مش معقول. الغلطه يا كابتن عند مدام نوال فين؟ فين الغلطه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية كمية السلطات والأصناف الكتيرة اللي نزلت في الأول، المعزيم مالوا بطنهم سلطة فأنت قفلت كده. الغلطة التانية هي النجريسكو. ليه بقى؟ لأن الاستعانة بأطباق أجنبية دايما بيتحسب علينا، عندنا أطباق وطنية زي الفل يا جماعة. مسألة طبعا أطباق وطنية اللي الحاجات الأجنبية. لكن على الجانب الآخر تعال نشوف مع بعض الحاجة عواطف عملت إيه. أعادت توزيع الأطباق في وسط العزومة فسيطرت على نص السفرة. ولكن برضو خليني أقول نقطة يا كابتن ضيف، الحلو بتاع مدام نوال لا يعلى عليه. بس تقيل برضو يا كابتن. مدام نوال لما قدمت حلو، قدمت بروفيترول، فروت سلط، كنافة بالمانجا، جاتوس ورق، ده غير الفاكهة. لكن الحاج عواطف خلصت الموضوع ازاي؟ نزلت الحلو بتاعها بمنتهى التركيز، صينية كنافة محشية مكسرات وجوز هند وكريمة لباني. يعني باختصار يا كابتن شالت الكريمة اللباني من الشوربة بتاعت لسان العصفور اللي في الأول، وقامت مرجعها تاني حطها في آخر العزومة فين؟ في الكنافة. يعني كده لفتها لف الجاتو يا بتوع البلاتو. واحنا بتوع البلاتو حرفيا. حضرتك منورنا. ايوه. انت عارف يا كابتن شلبوكة الحقيقة، ويمكن دي حاجة أول مرة أقولها، يعني احنا
احنا عندنا في البيت مقسومين، نص بيشجع الحاج عواطف ونص بيشجع مدام نوال. والله زي ما بقول لحضرتك اه لا لا هي دي الحياديه. انا بقى ما بحبش ابدا اعلن اقول انا بشجع مين عشان ما حدش يقول انا منحاز. ما هي دي الحياديه. ايوه لكن انا بشجع الحاج عواطف، انا راجل عاطفي. طب بالنسبه للحياديه لا الحياديه دي بره بقى عندكم يعني. فانا الحقيقه انا ما قلتش حياديه، انا قلت عشان ما حدش يقول ان انا منحاز، كلامي كان واضح يعني. فاشكرك جدا جدا انا كمان. شكرا يا كابتن. وكل سنه وانت بالف صحه وسعاده وسلامه للمشاهدين كله وكل مشاهدينا الكرام وكل حبايبنا، كل سنه وانتم طيبين. وبنزمه كابتن ضيف، هتتسحر فين النهارده؟ لا يعني هنكون هنتسحر فين يعني يا كابتن؟ يعني يا اما عند سمير كمونه يا اما عند شطه. رخيص يعني عشان نقفل نقفل باي حاجه قفله. يعني هو الاول كان حلو يا جدع، بالك خليها على الله. والله انت منورنا. قفل يا ابن الله. انبسطت لما حضرتك جبت سيره الناس بتوع الفلاتو كده. انا منحاز برضه وشفت الانحياز. ما انا شايف اللي نفس الانحياز.